هنعمل النهارده مع بعض السجق والكبده زي محلات، او مش هنقول محلات بقى، زي العربيات بالظبط. دايما لما بنخش اي شارع ويكون عارفين ان في اخر الشارع ده عربيه سجق او كبده، بنمشي ورا الريحه. يعني ممكن ما نبقاش عارفين العنوان، لكن بنمشي ورا الريحه. طب ايه سر الريحه بتاعت العربيات بتاعت الكبده او حتى المحلات؟ مش هتفرق، ليها تتبيله معينه، خصوصا الاستاذه اللي جنبي دي اللي هي الكبده الاسكندراني. طبعا على طريقه اهلي اسكندريه، هم مش بيقبلوا ابدا ابدا باي تحريف في الوصف. مقاديرها بسيطه جدا وسهله، ما فيهاش اي حاجه صعبه، مش محتاجه بهارات كتير، مش محتاجه فلفل الوان ولا بصل ولا الحاجات دي. ليها خلطه بتتعمل بتكون عباره عن ثوم وكمون، كزبره، ملح وفلفل حامي وخل بس، ما فيش اي حاجه تانية. حتى مش بيحطوا عليها فلفل اسود، بيكتفوا بعصره نص ليمونه بعد ما نطفي عليها ونحطها في الساندوتش. طيب تعالوا نسميه بسم الله ونشوف مقادير الكبده الاسكندراني والسجق بالخلطه. الاثنين سهلين جدا وان شاء الله يعجبوك يطلعوا زي الفل. طيب عندي، هنبتدي بالكبده الاول. عندي نص كيلو من الكبده متقطعه نفس التقطيع اللي انتم شايفينها دي. عايزين تقطعوها بقى زي الشاورما، تقطعوها ورق، يعني هم بيقطعوها في اسكندريه ورق، بس يعني التقطيع اللي انتم عايزينها اقطعوها. معايا راس ثوم مفرومه، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره، فلفل حامي، وثلاث معالق كبار من الخل وبس، مفيش اي حاجه تانية. يعني ولا نضيف بصل ولا نضيف طماطم ولا الكلام ده. في ناس بتعملها كده، مش هنقول غلط، لكن الكبده الاسكندراني دي الطريقه على اصولها. طيب السجق بالخلطه مقاديره عباره عن ايه؟ معايا نص كيلو من السجق، معايا فلفل الوان، معايا فلفل حامي، بصل احمر، كل الخضار بتاعي متقطع بنفس التقطيع اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي حالا. معايا طماطم، ثوم مفروم، كمون، كزبره، بابريكا، شطه، زيت فقط. ما عنديش حاجه ثانيه، ممكن كمان ما احتاجش احط زيت، لان اصلا السجق من الحاجات اللي بيكون دهونها كتير، فبالتالي ممكن اصلا ما احتاجش احط ولا زيت ولا طبعا سمنه اكيد، لان الموضوع مش ناقص دهون. طيب انا هشغل بس النار عندي هنا زي ما انتم شايفين كده، ونعملها كده على اقصى حاجه. طيب الكبده مش بتتشوح، يعني الكبده بتتقلي، عشان دي برضو ناس كتير بيختلفوا عليها. الكبده مش بتتشوح، دي بتتقلي، بتتحط في كميه زيت محترمه.